بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة الكرام المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديث اليوم إليكم أو هذه الليلة عن نزول القرآن، ذكرى نزول القرآن وما أدرك من القرآن. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ووحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لا محالة. القرآن هو كلام الله وليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو فرق بينه وبين الحديث. الحديث اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يوحي إليه الأحكام ويوحي إليه تفاصيل الشريعة. فهو كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله جبريل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لهداية الناس ولكونه معجزة. أراد الله سبحانه وتعالى أن هذه المعجزة أن تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق وأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سوف نخصص إن شاء الله حديثا حول المعجزة في وما هو الإعجاز بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى، كيف هو معجز، لأنه يختلف التركيب ونظمه ومعانيه عن بقية كلام البشر. ولذلك الإعجاز يكمن في ذلك، في مبنى تركيبة الجملة وفي المعاني. وهذا نزل هو يبتدي من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. 60 حزبا نزلت منجمة على مدة 23 سنة. أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، ليلة 17 من رمضان، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل الوحي وقبل البعثة كان يختلي بنفسه ويبعد عن قومه الذين كانوا في حياة جاهلية، في عبث، في مجون، في تقاتل، في شرور. فالله سبحانه وتعالى اجتباه وحماه من أن ينغمس معهم في حياتهم وفي لهوهم وفي عبادتهم للأوثان. الله سبحانه وتعالى حماه ونجاه، فكان أوحى ألهمه بأن يتوجه إلى غار، وغار حراء في جبل هناك قريب من مكة، يتحنث الليالي الطوال فيتزود من بزاد من غذاء، ويذهب إلى هذا الغار. لماذا يتحنث فيه؟ شو أنا يتحنث؟ أنا يتعبد. كيف يتعبد؟ بالتفكر وبالتأمل وبالتوحيد وبتربية النفس على البعد عن كل ما فيه له وكل ما هو من عبادة خاطئة عند الجاهلية وعبادة الأوثان. إلى أن جاء في هذه الليلة الوحي، جاء جبريل نزل عليه وأنزل عليه الله سبحانه وتعالى القرآن. فتعلمون القصة كيف دخل عليه وضمه إلى صدره وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ضمه مرة ثانية ثم أطلقه قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. في المرة الثالثة أو بعد المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية المباركة هي أول ما نزل من القرآن، وتشير إلى العلم. اقرأ، القراءة، أول كلمة اقرأ، بأي شيء يقرأ؟ باسم ربي، أي أن يقرأ بأمر من الله وبإذن من الله بأن يستوعب هذا القول ثم وهو قرآن، ثم يبلغه إلى الناس فيما بعد عندما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يصدع بما أمره الله به وأن ينشر الإسلام والقرآن بين الناس. إذن هذا هو القرآن، كلام الله الذي هو مراد به هو الإعجاز، وإعجاز المخالف، وإعجاز كل من يشك في كلام الله ويطلب الدليل على أن هذا القرآن هو وحي وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فعندما يقرأ الإنسان القرآن ويتمعن فيه يجد فيه الهداية ويجد فيه ما يبحث عنه من هداية وصلاح. ثم أنه زيادة على الإعجاز وهداية للناس كافة. ولهذا
من قرأه وجد فيه ضالته، وهو يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن في هذا الشهر المبارك، وأن يعيننا على قراءته وتلاوته وتدبره خاصة وحفظه. وكل عام ونحن بخير مع القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.